أهو جلد مدبوغ أم جلد صناعي مصبوغ؟ من الصعب تحديد المزيف منها. الجلد الصناعي يبدو في مظهره وملمسه كجلد البقرة الحقيقي المدبوغ. قد لا تكون قطعة أصيلة، لكن شعبيتها المتزايدة جعلتها موضوعاً قابلاً. هناك منتجات جميلة كثيرة مصنوعة من الجلد الصناعي. كي ينتجوا الجلد الصناعي يضخون مادة نفطية داخل حوض مزج. يضيفون موازنا إشعاعيا فوق بنفسجي لتأمين الحماية من أشعة الشمس، ويسكبون محلولا مثبطا للهب لجعله صامدا للنار. وبينما يخلط المزيج يضيفون ذرور الفاينل حتى يقارب المزيج قوام مخيط الفطيرة المحلاة تقريبا. ثم يصبون أصباغا مختلفة في حوض آخر متتبعين صيغة معينة لدرجة لونية محددة. عبر الأنبوب ينزل الفاينل السائل داخل الحوض مع العوامل الملونة. والآن لفة كبيرة من الورق، بنية أشبه بال تدخل ماكينة الطلاء. بينما يتدفق سائل الفينيل المصبوغ داخل الماكينة، تحرك ذراع مزج الكمية المعدة لتمدها أسطوانات سفلية على الورق. ثم يدخل الورق المطلي بالفينيل فرنا ليصبح الفينيل قاسيا ويتخذ بنية الورق. الطبقة الأولى تكون مجرد طبقة رقيقة لتثبيت الحبيبات السطحية. كمية ثانية من الفينيل تحتوي على عامل تسخين، لهذا يسمونها الرغوة. حين توضع فوق الطبقة الأولى ستمنح القماش الشكل والبنية. يصبون مزيج الفينيل الثاني داخل ماكينة الطلاء وتمدده فوق المزيج الأول. يدخل الفينيل المزوج الطبقات فرنا آخر، وتنشط الحرارة عامل التسخين لتساعد على تمدد الطبقة الثانية. حالما يشتد الفينيل المتمدد ويلتصق بالطبقة الأولى يمدون ظهارة نسيجية فوقه. تسلخ ماكينة الورق لتظهر الطبقة الأولى. في بعض الأحيان يطبعون نموذجاً فوق الفينيل ليبدو لماعاً أو مزدوج الصبغة. ثم يمزجون محلولاً ليعززوا متانته. تمده الأسطوانات فوق الجلد الصناعي متممة عملية الإنتاج هذه. لكن مهلاً، إنه ليس جاهزاً تماماً للشحن. عينات من كل إنتاج تخضع لمجموعة اختبارات. هذه الماكينة تحك النسيج الجلدي 3 ملايين مرة لمعرفة كيف يبلى. هناك اختبار المرونة. يعلقون وزناً في قطعة جلد مثبتة مكانها، يشدها الوزن للأسفل بضعف طولها، لكن الجلد لا يتمزق، وهذا يعني أن هذا النسيج سيمنح الكثير. هذا اختبار ناري. يضعون قطعة جلد صناعي فوق شعلة فتشتعل. للنجاح في هذا الاختبار يجب أن يخمد الجلد نفسه بنفسه خلال ثانيتين، ويتم ذلك نتيجة مثبطات اللهب الموجودة داخله. ثم يثبتون قطعة داخل إطار ما ويضعونها داخل فرن كي تكون مرونتها كبيرة. يمتص قالب تفريغ الجلد ليعطيه شكله لإثبات تمتع النسيج بخصائص المادة بالحرارة. لا يمكنكم فعل ذلك في الجلد الطبيعي، وبما أن للجلد الصناعي رسوماً وأشكالاً وألواناً مختلفة، لذا يبدو أنه يغطي كل شيء.